مرحبا بكم يوم 9 ماي بباريس. سأذهب وسنذهب جميعا لنتدارس قضايا مغاربة العالم. يوم 9 ماي سنجتمع من أجل المواطنة الكاملة والكرامة لمغاربة العالم. لقد حان الوقت للحسم في قضايانا. سنة 2015 ستكون سنة حسم، لأننا انتظرنا قرابة 10 سنوات وملف مغاربة العالم ما زال جامدا. إذن أنا وأنت والجميع، لقاؤنا يوم 9 ماي بباريس من أجل كرامتنا ومواطنتنا الكاملة. فلتكن باريس عاصمة الأنوار، نور لمغاربة العالم هذه السنة.